تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 13 سبتمبر 2016. ومرة تانية الله يعلم، لا أقصد أخوف حد ولا أرعب حد ولا أحدد حاجات محددة ولا أحدد مواعيد محددة، ده مش هدفي. أنا هدفي نلتفت للي بيحصل قدامنا، لأن ربنا قصد يقول لنا على إن في حاجات هتحصل قدام عينينا في الزمان الأخير. ليه ربنا قاصد يقول لنا الكلام ده؟ ربنا قاصد يقول الحاجات دي علشان عارف في الزمان اللي هنكون موجودين فيه، في الزمان الأخير ده اللي أنا معرفش طوله قد إيه، 7 سنين، 700 سنة، معرفش، لكن ربنا عارف إن في الزمان ده هتكون المحاربات شديدة. فكل هدفي إن إحنا زي ما قصد الكتاب المقدس يقول لنا خلي بالكم الحاجات دي هتحصل، وليه قال لنا؟ عشان نستعد. فهو ده اللي أنا بقدمه كل أسبوع، محتاجين نستعد سواء المسيح هيجي بكرة أو القرن الجاي. لأن أنا ممكن أسلم، لو المسيح ما جاش النهاردة ولا بكرة وجاي القرن الجاي، ما أنا هسلم وديعتي ممكن النهاردة ولا بكرة. وحتى لو المسيح هيجي كمان كام سنة، ما هو في قبله في ظلام ابتدى يزيد، لو ما جمعت الزيت أنا مش هعرف أعدي الظلام ده اللي هيجي قبل مجيء العريس. هو ده اللي عايز أقوله، محتاجين نجمع زيت في مصابيحنا عشان نكون مضيئين لنفسنا وللعالم أثناء انتظارنا للعريس. الزيت اللي أقصده بالصلاة، الصوم، الاستعداد بتنقية القلب بلباس العرس، بقوة الإيمان العامل، بتنقية القلب بالخدمة اللي فعلا أصبحنا محتاجينها قوي هذه الأيام. وأنا شايف إن الظلم، أعتقد كلنا ما ننكرش هذا الموضوع، إن الظلام بيزيد، وابن الـ 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 مش ابن الهلاك، أنا آسف، الشيطان عمله بيزيد، واعتقد ان الهلاك قد يكون خلاص على الابواب. ربنا قال لنا على علامات كثيره، وقصد يقول لنا علامات كثيره زي ما قال في انجيل 21، ام على ام، مملكه على مملكه، وقال لنا هيكون في الزمان الاخير زي في زمان لوط من الشذوذ، قال لنا هتكون في زلازل عظيمه، هتزيد الزلازل قوه وعدد في اماكن، المجاعات، اوبئه، مخاوف، علامات عظيمه في السماء، على الارض كرب، علامات في الشمس والقمر، أمم بحيرة البحر والأمواج تضج، والناس تبقى خايفة، الناس يخشى عليها من خوف وانتظار ما يأتي على المسكون، إذ يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحاب وقوة مجد كثير. ليه رب قال لنا العلامات دي كلها؟ زي ما بقول لكم الأسباب كتيرة، منها 3 حاجات أساسية في رأي ضعفي. أولا عشان ما نخافش، لا ترتاعوا، سوف تسمعون زي ما قال في إنجيل متى 24:6، قال لنا قبل ما يحصل، عشان لما يحصل الكلام ده ما نخافش زي العالم اللي هيبقى مرعوب ويبقى دايما خايف من بكرة. الحاجة التانية عشان نؤمن في زمن بيشككونا في كل حاجة، في كلام الكتاب المقدس ونبواته، بل في إله الكتاب المقدس نفسه إن هو ملهوش وجود. فلنا قلت لكم الآن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لما تشوفوا العلامات دي زي بمنتهى الدقة اللي قالها ربنا اجتمعت معا وبتحصل بهذه الدقة، نتأكد من صدق الكلام الكتاب المقدس اللي سبق وأخبرنا من آلاف السنين إن ده هيحصل، وهو بيحصل بدقة، يبقى بعيد كلام الكتاب المقدس دقيق. الحاجة الثالثة والمهمة عشان حياة الاستعداد، زي ما قالنا في إنجيل لوقا 21:28، ومتى ابتدأت، وبكرر كل مرة، تكتمل إمتى ماليش دعوة، تكتمل في يوم، في سنة، في 1000 سنة، مش ده موضوعي، لكن ربنا قال لنا متى بدأت، نبتدي نستعد. متى بدأت هذه تكون؟ فانتصبوا وارفعوا رؤوسكم لأن نجاتكم تقترب. علامات السماء، يقول لنا العلماء تغيير غير مفسر يحدث في تيارات طبقة الاستراتوسفير، الطبقة العليا يعني في الغلاف الجوي، في الكرة الأرضية لأول مرة من بداية رصدها، والتغيرات دي كالعادة تحير علماء ناسا. العلماء ما بيعملوش حاجة غير أنهم قاعدين حيرانين. مذنب كبير يعبر قرب الأرض يوم الخميس اللي فات ده على مسافة 1/10 مسافة ما بين اللي هي القمر والأرض من ميل أونلاين. الكارثة كالعادة إن ما شافوش غير لما قرب بيوم من الأرض. يعني لو فعلا ده مش كان هيمشي قريب من الأرض قوي، ده لو كان هيخبط في الأرض ما كانتش هيلحق البشرية تستعد له إلا بأقل من يوم. متخيلين؟
ثاني مذنب كبير هذا الشهر يعبر على مقربة شديدة من الأرض، والحجم ده لو كان اصطدم كان ممكن يسبب إبادة لمناطق ضخمة جدا، ومحدش رآه من أي من وكالات الفضاء إلا لما قرب من الأرض بمسافة يوم واحد. عشان كده لولا إن لم يحرس الرب في باطل هو عمل الحراس. حقيقي لولا ما ربنا حارس على الأرض وحتى الآن اتركها هذه السنة أيضا، الأرض ده ممكن تبيد في يوم، صدقوني، من كتر الأجسام الفضائية اللي بتقترب من الأرض واللي ربنا بيحمي وحتى الآن بيتمهل حتى على الخطأ. هذا الخبر لحضراتكم. انفجار نيزك بانفجار ناري فوق قبرص، وزادت جدا الأجسام الفضائية ومعدل تساقط النجوم على سطح الأرض. نيزك يضيء في السماء في الظهيرة فوق كاليفورنيا، وده من RT نيوز. الطقس أمم بحيرة البحر اللي فعلا متقلبة، فيضان مفاجئ مميت يضرب اليونان يقتل 4 أشخاص وينقذوا 74 شخص بالعافية وسبب خسائر كثيرة. وبص منظر العربيات اللي جه الطوفان مرة واحدة شالها ورماها في البحر، بص المنظر قدامكم ايه. أجزاء من مدينة نيويورك تغرق تدريجيا والخبراء يسارعون في البحث عن حل. الزلازل اللي قال لنا الكتاب المقدس هتزيد وبالفعل زادت. يوم الثلاثاء الماضي 36 زلزال، زي ما اقول لكم كنا بنتكلم على 30 زلزال مؤثر في السنة. ده الكلام ده لغاية سنة 2006 و7 و8 بنفس الساتلايت ومقياس ريختر ووسائل الإعلام وكل الكلام. بصوا دلوقتي بقت قد إيه. رقم 6 اللي كنا بنسمعه نادرا بقينا دلوقتي نسمعه على الأقل مرة أو مرتين في الأسبوع، اللي كان يتعدى على الصوابع في السنة. يوم الثلاثة اللي فات زلزال 6.3 ريختر في روسيا، و5.8 في جزيرة سليمان، و5.8 في نيوزيلندا، وكتير 5 فما فوق. رقم 5 اللي كان يتقال مرتين ثلاثة في اليوم لغاية السنة اللي فاتت دلوقتي من كترته بطلت أقوله لحضراتكم. يوم الأربعاء اللي فات 41 زلزال ده في يوم، كتير منهم 5 فوق. يوم الخميس 38 زلزال في يوم واحد، و6.7 في جزيرة ماكواري، وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 35 زلزال في يوم واحد، منهم 6 في بيرو تم تخفيضه لغاية 6، و5.7 في تنزانيا وكتير 5 فما فوق. يوم الحد 30 زلزال، منهم 6 في تنزانيا وكتير 5 فما فوق. ايه رأيكم؟ ده حصيلة اسبوع واحد من الزلازل. الكمية دي كانت بتاعة شهور من زمان، بصوا دلوقتي بقى تحصل في اسبوع. ايطاليا حصل فيها بعد الزلزال القوي المدمر اللي ربنا يعزي اسر الضحايا. ايطاليا حصل بعد الزلزال 5500 تابع بعد زلزال بريطانيا. جزيرة سليمان دي قرب استراليا، شمال شرق استراليا. زلزال 6.7 في جزيرة ماكواري بالقرب من استراليا سبب خسائر. زلزال بيرو اللي خفضوه من 6.1 ل6 سبب خسائر وتهديم للمباني كثيرا. زلزال تنزانيا يقتل 13 شخص ويجرح 200 شخص، ده من نيوز. زلزال يوصف بأنه نادر بقوة 5.3 في ماسيدونيا ويسبب خسائر. زلزال قوي 5.3 يحصل بالقرب من مفاعل نووي في كوريا الشمالية، وأصلح عشان نقصة يتضح أنه هو مش زلزال طبيعي، ده بسبب تجارب نووية قامت بها كوريا الشمالية. كوريا الشمالية بتعمل تجارب أرضية عندهم في باطن الأرض، تجارب نووية وانفجارات نووية بتسبب زلازل. فزلزال 5.3 حصل في كوريا الشمالية واتضح أنه هو مش زلزال طبيعي، ده بسبب تجربة نووية جديدة قام بها الشاب كيم جون أن. مؤسسة USGS الرسمية المسؤولة عن رصد الزلازل تطلب من كانساس الاستعداد لحدوث زلزال قوي زي بتاع كاليفورنيا. أهو البراكين أيضا اللي زادت، اللي كنا نسمع عن 3-4 براكين في السنة، بصوا الوقت بينا نسمع قد إيه. بداية نشاط بركان
روابيهو في نيوزلندا، وأدي الخبر قدام حضراتكم. تحذير من انفجار كبير لبركان مايوان الكبير في الفلبين، ده هيحصل خلال أيام، وهو فعلا بدأ يعني البركان بدأ يبقى رامبلينج. بركان ينفجر في جزيرة فرنسية، وده من جريدة الجارديان أهي قدامكم، وده صورة انفجاره. بحيرة حمم بركانية ترى فوق قمة بركان كيلاويا، وده من physics.org. انفجار بركان رينون، وآدي الخبر قدام حضراتكم. الكلام ده احنا مش بنتكلم على كمية براكين بتاعت سنة، احنا بنتكلم على براكين حصلت بس في أسبوع، ده مش في سنة، ده كان بيحصل، ده بيحصل في سنين، آسف بيحصل في سنة زمان. موت الكائنات جماعي اللي قالنا عنه الكتاب المقدس وبمنتهى الدقة، زي ما قالنا عنه سفر هوشع 4 وسفر صفانيا، إن ده هيحصل قبل عقاب الإنسان. كنا نسمع عن حالة أو اتنين أو تلاتة في السنة أو مفيش خالص من موت كائنات جماعي. دلوقتي بالصينيين نسمع عن كام حالة في الأسبوع. بنفس الساتلايت وسائل الإعلام، وبرضه بقول الكلام ده من أقل من 10 سنين فاتت 2006 و7. 31 أغسطس موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في ألبرتا كندا يسبب صدمة للأهالي، وآدي الخبر قدام حضراتكم وآدي الزر. في نفس اليوم موت كم كبير من سمك الإنشوجة في شاطئ في شيلي. يوم 1 سبتمبر موت كم كبير من الأسماك في مزرعة سمكية في غرب أستراليا. في يوم 2 سبتمبر موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في ميسيسيبي في أمريكا. نفس اليوم موت كم كبير من الأسماك في نهر في تركيا. بص المنظر قد إيه. يوم 5 سبتمبر موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في قبرص. نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في الهند. شوف الكمية في الصورة قدام حضراتكم. يوم 6 سبتمبر موت مئات من الأسماك في نهر في أسيا. في نفس اليوم موت الكثير من الأسماك في نهر في داكوتا في أمريكا. يوم 7 سبتمبر موت 8 درافيل في شاطئ في فلوريدا في أمريكا. وبرضه سؤال، ليه الثدييات البحرية بتموت بهذه الكثرة؟ ده من ميامي هيرالد. في نفس اليوم موت أطنان، رقم أطنان بقينا شبه نسمعه تقريبا مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين، أطنان من الأسماك في نهر في فيتنام. بص المنظر قد إيه قدام حضراتكم، كل ده سمك ميت. أيضا في نفس اليوم موت مئات من الأسماك في ميناء، في ميناء بالتيمور في أمريكا، ده من فوكس 5. أيضا في نفس اليوم موت 15 طن من الأسماك في شاطئ في كولومبيا. بصوا على مرمى البصر كل ده الشاطئ بتاع السمك اللي مليان سمك ميت. كل ده. العشرات من الطيور يسقطون من السماء موتى، والمسؤولين عايزين يعرفوا ايه السبب. في روسيا تحول للون الأحمر الدموي، وابتدت تتكرر الحالة دي كتير، وده من ABC نيوز، وآدي المنظر قدام حضراتكم. نهر يتحول للون الدم، والجريدة زي ما قلت ABC نيوز. ده أصبح يحصل في أماكن كتيرة، مما دفع وكالات الأخبار أن تتساءل لماذا المياه حول العالم تتحول لدم، وكتير من الناس تخاف إن هو علامة على نهاية الأيام. في حادثة تانية قدام حضراتكم، أدي واحد تاني ونشرته The Washington Post قدام حضراتكم أهو، اللي حصل في الصين. كل ده الأوبئة اللي قال لنا الكتاب المقدس هنسمع عنها. انفجار الأوبئة المقاومة للأدوية يدفع إلى أن حتى الأمم المتحدة في اجتماعها تناقش الأمر ده. ده من Scientific American. الجزام يظهر في كاليفورنيا، من جريدة ذا صن. الجنورية من الأمراض التناسلية طبعا أو السيلان المقاوم للأدوية ينتشر وتخرج عن نطاق السيطرة، وطبعا حضراتكم عارفين السبب ايه، الشذوذ اللي بيزيد. اكتشاف مادة جلايفوسفيت المادة السامة
بتاعت شركة مونسانتو إياها، اللي داخلة في موضوع التطعيمات وعايزة تشتري التطعيمات بتاعت الجينيتيك موديفايد أورجانيزمز، الشركة اللي عملت مصايب كتيرة ولكن يعني بتدفع كتير قوي. لقيوا الجلايفوسفيت السام اللي هو بتاعها إنتاجها موجود في تطعيمات. طبعا حد يقول لي ليه؟ إزاي ألاقي مادة سامة بالمنظر ده في تطعيمات الأطفال؟ ممكن حد يقول لي ليه؟ إزاي التطعيمات ما بتتراجعش؟ وليه التطعيمات هي الحاجة الوحيدة اللي بتدرس 4 أيام بس، مش بتاخد دراستها سنين عشان يتأكدوا من سلامتها؟ نعدي الموضوع ده. أخبار الحروب. طائرة حربية روسية اقتربت لمسافة فقط 10 أقدام عشان تعترض طائرة تجسس أمريكية. القوات الجوية الأمريكية تختبر صواريخ عابرة للقارات عبر المحيط الهادي، وده من يو بي آي. وسائل الأخبار تتساءل، هل نحن في منتصف حرب باردة بين أمريكا وروسيا؟ أقدر أقول أيوة، ولكن الكسبانة روسيا حتى الآن. التحقيق في خطة روسية للخبطة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، وده من واشنطن بوست. روسيا والصين يتفقان على تدريبات عسكرية مشتركة في جنوب بحر الصين، من يو بي اي. فاحنا اصبحنا دلوقتي انه في كتله فعلا اصبحت قويه بشعه في كتله اللي جاي من الشمال والشرق، الصين وروسيا ومعاهم طبعا ايران. حزقيال 38. قد تكون منطقه هاواي هي المنطقه التاليه اللي هتحاول الصين تفرض سيطرتها عليها من خلال اسطولها البحري، وقد يكون خطتها اصلا ان يكون كل المحيط الهادي. خبر قدام حضرتك. كوريا الشمالية تقول أنها نجحت في 5 اختبار نووي، وده من بي بي سي نيوز. وكوريا الشمالية تستعد لاختبار نووي آخر في أي وقت، وده من وكالة رويترز. يعني لو ممكن الناس دول لوحدهم دول يفجروا الأرض لوحدهم بتقعد كوريا الشمالية. أوباما يحذر كوريا الشمالية من اختباراتها النووية ويقول إن سيكون لها عواقب رخيمة. قلت المرة الكلام ده في الاختبار النووي الأول والثاني والثالث والرابع. ورينا هتعمل إيه؟ ولا هيعمل حاجة. اي بي سي نيوز. إسرائيل تدين اختبارات كوريا الشمالية النووية وتطالب العالم بالتصرف. ولا حد هيتصرف ولا هيعمل حاجة. تقارير توضح أن كوريا الشمالية بالفعل اقتربت من أن تكون قادرة على ضرب أمريكا بصواريخ نووية بعيدة المدى، والتجارب اللي بتقوم بيها فعلا توصلها لهذا المستوى، والكلام ده من واشنطن بوست. أمريكا واليابان يسرعان في تطبيق أقصى عقوبة اقتصادية يقدروا عليها على كوريا الشمالية، وده من ياهو نيوز. على فكرة الموضوع ده هو بيزود بس التحدي، وزي ما بقول لكم العالم دلوقتي على صفيح ساخن، على طلقة واحدة غلط. العالم يبقى في حرب عالمية ثالثة بس مدمرة قوي المرة دي هتبقى. يعني ممكن تقتل فعلا 2/3 البشر. تتكرر حالات إن سفينة إيرانية تمر بالقرب وتضايق سفينة حربية أمريكية. أوباما اللي قاعد يؤدي تنازلات وتسهيلات وفلوس لإيران، وإيران في المقابل بتفرض ضلوعها زيادة وحتى بتضايق أمريكا وبتقول عليها الشيطان الأكبر وبتحاول تقضي على أسطولها، ده من ياهو نيوز. أوباما ده بيعمل لصالح إيران وليس لصالح أمريكا، ما علينا. تحذير ألماني من احتمالية هجوم إرهابي يقوم به 500 إرهابي مسلم، المسلمين الأمة الوحشية اللي يدهم على كل إنسان ويد كل إنسان عليها. ما بيعرفوش يستريحوا إلا العيد بتاعهم لما يكون في سفك دم. إسرائيل تعد للحرب على هضبة الجولان ضد إيران وحزب الله، وبرضه ده من يو بي آي. يو بي آي، آسف. قوات كثيرة من حزب الله تتجمع على حدود هضبة الجولان
استعدادا للحرب مع إسرائيل. نتنياهو يقابل عباس، محمود عباس، تحت إشراف بوتين وليس أوباما. إسرائيل وفلسطين طلعوا أمريكا بتاعت أوباما خلاص بره الموضوع. وكمان نتنياهو وعباس يتفقان على أن يلتقيا ليستكملا محادثات السلام في روسيا. إيه رأيكم؟ أوباما اللي عرف فعلا يكسر أمريكا من الداخل ويبيعها بالكامل للأعداء. إسرائيل تتوقع هجوم من داعش على حدودها من ناحية مصر في خلال 6 شهور، وده من التليجراف. فربنا يستر على مصر اللي فعلا داعش امتلكت جزء كبير من سيناء. أيضا تقرير يوضح أن داعش على كيلومترات من حدود إسرائيل الشمالية من ناحية خط الجولان، طبعا من ناحية سوريا. الخبر اللي قلت لحضراتكم الأسبوع اللي فات ما كنتش لحقت أجيب لكم منه نسخة. رئيس الفلبين يشتم أوباما ويقول له علنا في التلفزيون يا ابن كذا، ميل أونلاين. بعض الوسائل عشان تخفف وطأة الموقف قالت إن هو اعتذر، لكن الحقيقة غالبا ما اعتذرش. بل بالعكس، رئيس الفلبين يأمر بانسحاب القوات الخاصة الأمريكية من الفلبين، عايز يطردهم. ده من ياهو نيوز. انتوا عارفين ايه القصة بتاعت الراجل ده؟ بس باختصار، هو راجل فعلا لسانه فارد، ولكن راجل شديد باي ذا واي بتاع الفلبين ده. الراجل ده بيحارب عصابة سياف، العصابة الإسلامية الإرهابية، عصابة من العصابات الإرهابية الإسلام اللي مال العالم إرهاب، وبيحاربهم وما بيظهرش أي رحمة ضد الناس دول، وفعلا هد جزء كبير قوي منهم. فبيحارب عصابة أبو سياف الإسلامية في الفلبين وبشدة. مين اللي مش عاجبه؟ مين الحنين على الإسلام؟ أوباما. فلما ابتدى يقفله ويقوله ده قتل ومش عارفه إيه ولازم يبقى فيه تحقيق، شتمه بأمه، ده اللي حصل، وقال له أنت وقواتك بره. فعلا فعلا راجل تشديد باي ذا واي. وكالات الأخبار تقول العالم أقرب إلى الحرب العالمية الثالثة من أي وقت مضى في خلال 60 سنة اللي فاتت، ساعة ما انتهت الحرب العالمية، يعني من ساعة ما انتهت الحرب العالمية الثانية. حاليا احنا في أقرب وقت انه ممكن يحصل فيه حرب عالمية ثالثة، وده من جريدة صن. وفعلا بيحارب تجار المخدرات وبشدة، لأنه جاي من مكان ما فيهوش مخدرات ولا يقبله على الإطلاق، بيحارب الإسلام والمخدرات وبشدة. فعلا ده صحيح المعلومة اللي اتقالت على التكست، ربنا يبارك حضراتكم. أخبار عامة، العلماء الآن يستطيع أن يخططوا لفناء جنس كائن حي بالكامل عن طريق اللعب بالجينات. دلوقتي وصلوا العلماء اللي بيلعبوا بالجينات المسدس اللي مش فاهمين أبعاده، أنه مش عاجبهم الناموس، يلا نبيد الناموس بالكامل. تخيل لو العلماء بالتقنية اللي بالفعل يمتلكوها، اللي هو زي كريسبر، عايزين يفنوا البعوض اللي في العالم، أو يفنوا كل الفيران، أو يفنوا أي كائن تاني مش عاجبهم، يبيدوه. ايه رأيكم؟ ادي اللي عملوه العلماء بالجينات اللي مصممها ربنا واللي بيدرسوها وبيستغلوها في الخراب وبس. المطالبة بتحقيق مع جهة ابحاث علمية تقوم بتجارب غير قانونية على البشر وتنشر اكاذيب. ادي الخبر اهو، illegal experiments on humans. جوجل يطور أحدث تكنولوجيا لتقليد الكلام البشري عن طريق سوبر كمبيوتر يقلد موجات أصوات البشر. يعني هنوصل لزمن فيما بعد إن ممكن يجيبوا شريط لحد بصوته ويطلع مش هو اللي قال الكلام ده، اللي قال ده هو الكمبيوتر. I'm not joking, I'm serious. الخبر قدامكم، ده من بلومبرج تكنولوجي. جوجل دلوقتي بسوبر كمبيوتر ممكن يخلي الكمبيوتر يقول نفس نبرة صوت إنسان بالكامل، بس مش كنتش صوته.
صحيح، ممكن قريب او خلاص، ممكن يكون الموضوع ده بدأ بالفعل. ممكن تسمع تسجيل لشخص وبصمة صوته المميزة جدا، وصوته يكون مميز جدا، وهو الكلام ده ما يكونش قاله، يكون الكلام ده انتاج كمبيوتر. يعني ممكن فيما قريب يسمعوكم تسجيلات بصوتي بقول كلام مش محترم، وهيكون الكلام ده مش كلام. يلا انا حبيت اقول لكم من الاول. الشرطة قد تستخدم الذكاء الاصطناعي علشان يمنعوا الجريمة قبل حدوثها. ده من جريدة ذا صن. استاذ بوستف توك، جوجل صعب جدا، وانا حقيقي مش مستريح للبرنامج بتاع جوجل الجديد اللي هو 23 اند مي. سمعت عنه ولا لا؟ بتاع دراسة الجينات بتاعة البشر بالكامل. ده اعتقد الموضوع ده في مصيبة، زي موضوع الجينات اللي قالوا عليها دي موجودة في الناس الفاناتيك بتوعت الأديان. أنا متوقع موضوع 23 أند مي، الحملة القوية اللي قايم بيها جوجل دي. anyway ما علينا، مش هطول في الموضوع. البليونير جورج سوروس يريد أن يوسع من نظام الانتخابات الأمريكية، ومخاوف من التلاعب الإلكتروني في نتائج الانتخابات الأمريكية. دلوقتي أصبح أن في شبهة كبيرة أن ممكن النتائج الأمريكية الشعب بيكون بيصوت في اتجاه، والنتائج تطلع له في اتجاه تاني خالص. أوباما يدافع عن اللاعب الأمريكي الذي اعترض على تأتية العلم الأمريكي. إيه رأيكم؟ ولكن طبعا أوباما عمره ما هيدافع عن لاعب أمريكي عشان بس رشم الصليب، دي تبقى كارثة. لكن يدافع عن لاعب مسلم مثلا. ده من نيويورك بوست. عارفين إن في موضة ماشية دلوقتي وسط اللاعبين زي بتوعات السلة وغيرهم، مش عايزين يحيوا العلم الأمريكي، ولما يجي تحية العلم يقعدوا يحطوا رجل على رجل. وتزايد عدد اللاعبين الذين يعترضون على تحية العلم دون أن يقوموا له. المنظر اللي حضراتكم شايفينه دول. رئيس هيئة التعليم في سان فرانسيسكو يمنع اسم واشنطن اللي هو الرئيس الأمريكي السابق أو جيفرسون كاسم مدرسة لأنهم رؤساء كان عندهم عدد. الكثير يتساءلوا هل يوم 30 سبتمبر هو نهاية الحرية للتعبير على الإنترنت؟ لأن أوباما طبعا بيسلم الإنترنت تدريجيا على طبق من ذهب للأمم المتحدة أو لجهات عالمية. فقواعد النت أو النت غالبا اللي انتوا عارفينه بصورته الحالية، اللي عايز يقول اللي هو عايزه، ده هيتغير قريبا. أوباما في مؤتمر يقول إن السبب إيه يعمل كده، وبيسلم وبياخد سلطة النت من أمريكا وبيسلمها لجهات عالمية، بيقول أنه لا يمكن استخدام النت بطريقة برية وايلد يعني، وكل شخص يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء. طب شكرا. طبعا هتتمنع الحريات، ولكن الإباحية اللي موجودة على النت مش هتتشال. كلب ميكيلين كالعادة. حملة هيلاري كلينتون تستمر في تحذير الإعلام عن عدم الكلام عن حالة هيلاري الصحية. هيلاري كلينتون يكاد يخشى عليها، أو قد تكون فعلا أغمي عليها، يوم الحد اللي فات يوم الأحد صباحا في مراسم ذكرى 11 سبتمبر، وده من واشنطن بوست، والفيديو موجود على النت، وهي فعلا بيغمى عليها وبيسندوها بالمنظر قدام حضراتكم ده. وكالات الأخبار تقول هيلاري كلينتون المصابة بالالتهاب الرئوي، هذا قد يعيق الانتخابات الأمريكية. أنتوا عارفين أن أوباما ده ممكن يكمل رغم أن هو خلص فترتين الحكم، لكن بكل سهولة ممكن يكمل. لو هيلاري كلينتون في الفترة العصيبة دي لو حصلت لها حاجة بالفعل، الانتخابات يا هتتأجل يا هتتلغي، ويكمل أوباما في خطته اللي هو عايزها. وتخيلوا الشر بتاع أوباما اللي بيزيد قوي، يعني الحاجات اللي كان عملها في سنين قبل كده دلوقتي بيعملها في شهور. تخيلوا الراجل ده لو كمل. بالفعل أصبحت حالتها الصحية تمثل مشكلة الانتخابات، لو ما قدرتش تكمل معناها تأجيل أو لغي الانتخابات ويستمر أوباما. القاعدة تهدد بهجمات أكثر في ذكرى 11 سبتمبر، الذكرى 15، بعد 15 سنة من هجماتهم الإرهابية.
والمسلمين، مش عارف، أنا آسف في التعبير، سامحوني إخواتي الأحباء المسلمين، بس المسلمين عندهم عين. 11 سبتمبر ذكرى الإرهاب الإسلامي، المسلمين يعترضون على نصب تذكاري في مدينة عن موتى 11 سبتمبر من فوكس نيوز. أنا مش عارف أقول إيه، يقتلوا ويعترضوا حتى على ذكرى الحزن. فعلا التعبير اللي كتبته أستاذة بنت ربنا يسوع ده صح، مع ملاحظة إن ده أول عيد أضحى يجي مع 11 سبتمبر من سنة 2001. هيكون الأمريكان ساعتها، أو كانوا الأمريكان ساعتها، بيتذكروا بحزن القتلى بتوعهم اللي بالآلاف، بينما المسلمين في أمريكا بيحتفلوا بإلههم اللي سفك الدم ده. ظهور جزيرة في بحر الجليل اللي بيتناقص بسرعة، وبعض اليهود يعتبروها علامة على قرب مجيء المسيح. فاليهود بأول ما ظهرت الجزيرة دي قالوا يبقى المسيا قرب يجي. أخبار اقتصادية، العالم المضطرب بالفعل، والناس اللي يخشى عليه الخوف وانتظار ما يأتي على المسكونة. فقاعة ديون شراء السيارات في أمريكا الذي وصل إلى تريليون دولار قرب ينفجر. متخيلين الأمريكان مديونين للعربيات الجديدة اللي بيشتريوها بـ 1 تريليون دولار. فعلا أوه ماي جاد. الآن واحد من كل ستة من الرجال في سن العمل في أمريكا لا يجد عمل تحت قيادة أوباما، وده يعتبر أسوأ كساد عدى على أمريكا من بعد الحرب العالمية. يحدث انفجار في المناطق التي تمتلئ بخيام الذين بدون مأوى والفقراء، الخيام بتزيد قوي في مدن أمريكا بسبب تزايد الفقر. خيام بتاعت الهوملس زادت جدا في أمريكا. مشكلة مالية كبيرة أعلن عنها في أحد البنوك الأمريكية العملاقة، البنوك اللي كانوا يصفوها زمان إن هي أكبر من أن تفشل. Too big to fail. شركة ديل للكمبيوتر بسبب الظروف الاقتصادية تقص 3000 وظيفة. مخاوف رفع سعر الفائدة الأمريكية يسبب انخفاض في الأسهم الأمريكية. ده من CNBC. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، ولما بيقي ما بعديش اسبوع غير لما بنسمع عن كوارث. وكانت الاخبار اخيرا تقول مسيحيين مصر يصلون نقطة انكسار من تزايد الاضطهاد الاسلامي الشديد ضدهم في مصر. ماذا تفعل حكومة مصر ضد الاضطهاد اللي بيزيد ضد المسيحيين؟ هل هو كلامه بس؟ يا ترى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ليه معدل اضطهاد المسيحيين والأحداث اللي بتحصل دلوقتي في سنة واحدة من الحكومة الجديدة اللي ماسكة أضعاف اللي حصلت في سنة حكومة الإخوان؟ ليه؟ آدي وكالات الأخبار اللي قالت الكلام ده، أولا من نيويورك تايمز، وآدي أيضا من الوكالات الأخرى اللي قالت هذا الكلام. الصين تقبض على الأسقف المعين من قبل الفاتيكان في الصين. الصين دلوقتي داخلة في مرحلة أنها تضطهد المسيحيين شبه علن في الصين، وتحارب انتشار المسيحية والبشر بشع في الصين. منظمة لابي تحذر أن الأمريكان قد اقتربوا جدا من أن يغيروا الحرية الدينية. هو فاضل حكم قضائي آخر من المحكمة الدستورية، ويبقى ما فيش حاجة اسمها الحرية للمسيحية في أمريكا خلاص. فندق آخر في أمريكا ينزع الكتاب المقدس من الغرف بسبب شكوى الملحدين. طب ماذا عن شكوى المسيحيين؟ ليه ما بتتسمعش؟ مدرب ويست بوينت يتعرض للهجوم الشديد لأنه صلى مع اللاعبين في غرف التدريب. ده الكل يعاقبه، وأوباما عمره ما، طبعا ما هيدافع عنه، لكن أوباما يدافع عن مين؟ اللاعب اللي ما يرضاش يحيي العلم، اللاعب يسجد لبتاع الإسلام. لكن لاعب يصلي أو يرشم الصليب أو مدرب، لا، تبقى كارثة ويتعمل ضحية وعبرة لمن يعتبر.
مدارس ميسوري في أمريكا ترفض أي صلاة أو ترانيم للمسيح. أي حاجة تانية براحتك، حرية. عند المسيح لا، مش حرية. أوباما يرشح أول قاضي فيدرالي، ودي وظيفة طبعا مهمة جدا، مسلم. NBC نيوز. قولوا لي الراجل ده قرار واحد عمله ضد الإسلام. واحد بس. الشرطة الأمريكية الإسلامية قد يبدأوا يرتدون نقاب، يعني الستات المسلمين اللي دخلوا في الشرطة الأمريكية ممكن قريب هيبقوا لابسين نقاب كزي رسمي لتشجيع التنوع. يا سلام، عند دي تنوع. هولاند رئيس فرنسا يقول للفرنسيين أن يحتضنوا الإسلام. يا سلام، أصل الإسلام عايز احتضان. احتضنوا الإسلام فهيفجر في نفسه وفيكم. ده اللي هتعملوه لو احتضنتوا الإسلام. الإسلام متعته أن أنتوا تحتضنوه عشان يفجر فيكم. مش عارف الناس دي بتفكر إزاي. ولاية أخرى تصدر، وعلى فكرة لا أقصد الكلام ده على كل المسلمين، ياما مسلمين ناس رائعين ياما، ولكن للأسف في كثير من المسلمين اللي بيتعمقوا في الفكر الإسلامي بيبقوا من هذا الأساليب الشيطانية. ولاية أخرى تصدر قوانين لإجبار الكنائس على قبول الشواذ. عايزين الحكومة الأمريكية عايزة تجبر الكنائس بأي شكل إن يقبلوا الشواذ. تعرف ان هم مش بيحاولوا يجبروا المسلمين، ورغم المسلمين بيقبلوا الشواذ. تعرفوا الكلام ده؟ الانحدار الاخلاقي اللي زاد قوي. تكررت حالات ان شخص يرتدي زي مهرج ويخطف الاطفال الى الغابات في عدة ولايات امريكيه. طبعا المرحله التاليه ايه اللي بعد الشذوذ؟ انه الاطفال. ودي حاجة تانية اللي على طول اللي بيكرهها الشيطان. بسبب قلة استقرار الزيجات وانتشار العلاقات المؤقتة، البوي فريند والجيرل فريند، اللي خطية زينة، اللي من 50 سنة فاتت في أمريكا أو من 60 سنة فاتت في أمريكا كان بيعتبروها عيب وعار، وكان نسبته أقل من 2%، دلوقتي أصبح هو الحاجة السائدة. انتشرت موضة أن السيدات الغربيات يجمدون البويضات بتاعتهم في انتظار للأب المثالي. ده من ميل أونلاين، بقت حاجة معتادة دلوقتي. بسبب قوانين حمامات الشواذ تتزايد حالات تعرض البنات لمضايقات من المدعين أن هم متحولين جنسيا. الولاد اللي بيدعوا أن هم تحولوا البنات بيستغلوا هذا الأمر وبيضايقوا البنات فعلا في غرف التغيير، في المحلات وغيرها والأندية والكلام ده كله. ده من فوكس نيوز. ايه رأيكم؟ الشواذ يا حرام، ها؟ تعليم الشرطة الأمريكية بما يسمى فيديوهات الحساسية. فدلوقتي قريب الشرط الأمريكي لما هيوقف حد في العربية هيقول له انت عايز اندهلك بسير ولا مام، ولا عايز اندهلك بأي لقب. هيبقى قدامه راجل ولكن يقول له لا، لو سمحت اندهلي بمام، فهيندهله بمام، وهو قدامه راجل شحط طول بعرض بشنب. ايه اللي بيحصل ده؟ تزايد عدد حالات الشخص الذي يتزوج نفسه، وده يسبب انزعاج للمجتمع. ايه رأيكم؟ غصبا عنهم الشذوذ، يا حرام مساكين. لا مش مساكين ولا حاجة، ده اختيار شخصي قذر. ايه رأيكم؟ السولو جامي، حلوة الموضة دي فعلا، زي ما كانوا في ايام لوط، هكذا سيكون في مجيء ابن الانسان. مدارس اوكلاهوما تدفع بسياسة المتحولين جنسيا على الطلبة. في اوكلاهوما القبض على ام وبنتها، وانا اسف على الخبر، بعد ان حاولوا يتجوزوا بعض. هذا اللي وصلنا له. ايه رايكم؟ قائمه يسميها الشواذ قائمه العار، ايه خير؟ يا ترى هل بتعوت بيعيدوا الشواذ؟ لا. قائمه العار عارفين مين هي؟ الكليات المسيحيه اللي بترفض انشطه الشواذ
اللي ازدادت، والقائمة دي تضم 102 كلية مسيحية. ده من فوكس نيوز، متخيلين؟ ده بقى عار. العار هو ايه؟ رفض الخطية فعلا. ويل للقائلين للخير شر والشر خير، ودول اللي مجدوهم في خزيهم فعلا. ده من فوكس نيوز، متخيلين؟ هل أنت مستعد أن يتم السماح قانونيا بالعلاقات الجنسية الشاذة مع الأموات؟ واحد عايز يقيم علاقة مع جثة، أو واحد عايز يقيم علاقة جنسية شاذة مع طفل، أو عايز يقيم علاقة شاذة مع حيوانات أو مع غيره أو أكثر من ذلك، استعدوا للأمر ده. عارفين ليه؟ لأن ده بدأ المطالبة بيه تحت ادعاء الحرية، وقد يحدث قريبا لأن توافق عليه في لفظ أو حرف كيو اللي وافقت عليه المحكمة الأمريكية، المحكمة العليا. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم؟ آه ده فعلا أستاذ الحبيب بوستفتوك، رسول الإسلام لو كان موجود في الزمان ده كان يعني هتبقى متعب بالنسبة له. هيصة. Anyway، ده اللي بيحصل فعلا. أصبحنا في زمن عجيب، أسوأ من زمن سدوم وعمورة. ده اللي بيحصل في الغرب. فمرة تانية، أنا إيه اللي أقصد أقوله من الكلام كله؟ أنا كل اللي أقصده إن إحنا ننتبه لحياتنا الروحية. العالم بيتغير وبسرعة، وعلى فكرة المعدل بيزيد. يعني التغير اللي كان بيحصل في 10 سنين بيحصل في 5 سنين، بيحصل في سنة ولا سنتين، وقريب هيبقى في شهور. الموضوع سريع قوي، سريع قوي. رأيي في انفصال إنجلترا عن أوروبا ده يمكن اتكلمنا عنه من عدة أسابيع، ولكن قد يقود إلى اتحاد عالمي مختلف ككتلة شرقية بعيدة. anyway، عشان كده أطالب إن احنا نصلي ونستعد. ونستعد يعني إيه؟ نستعد بالصلاة والصوم وتنقية القلب، بإعداد زيت في مصابيحنا، لأن العالم بيزداد ظلام. فلو ما عدناش زيت مش هنقدر ننتظر العريس لما يأتي في الهزيع الأخير. زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل روميا إصحاح 13، هذا وأنتم عارفون الوقت أنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، أن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. قد تناهى الليل وتقارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. أي حد متسلط عليه خطية اليوم يتخلص منها. الآن أقوم لنسلك بالياقة كما في النهار، لا بالبطر والسكر، لا بالمضاجع والهوح، لا بالخصام والحسد. اتمسك بالمسيح من الآن. اللي مهمل في حياته الروحية يقوم الآن. اللي فيه خطية متسلطة عليه ياخد قرار الآن، ويطلب من ربنا التأييد، وربنا يديله بروحه القدوس إن يتخلص من الخطية الآن. لو ما تمسكتش من دلوقتي، قريبا مع الظلام اللي بيسود قد ما يكونش عندك زيت يكفي، ونبقى زي 5 عذارى الجاهلات. ربنا قال لنا الكلام ده ليه؟ أولا عشان ما نخافش، لا ترتاعوا. حاجة تانية عشان نؤمن بكل كلمة قالها لنا في الكتاب المقدس في زمن بيشككون في كل كلمة في الكتاب المقدس. الحاجة الثالثة والمهمة عشان نستعد في زمن العالم بيتفنن يشغلنا عن حياة الاستعداد. في زمن العالم بيتفنن ما بين المشاغل والمسؤوليات والحياة اللي بقت سريعة، أن ألتفت ولا اليوم جري وأنا ملحقتش أقف قدام ربنا ولا 2 3 دقايق، ولا حتى أقرأ 2 3 صفحات من كلام ربنا، ولا أقضي خلوة مع ربنا. انتبهوا لحياتكم الروحية، عريسنا قرب يجي. وانتبهوا، الشيطان عارف برضو الكلام ده، وعارف ان ليه زمان يسير، عشان كده عايز يفقدنا سلامنا ويسرق أكلنا. استعدوا، في 150 ألف واحد بيسلم ودعت في اليوم، قد أكون أنا منهم في أي وقت. كن مستعد باستمرار، لأن أنت مش عارف العريس هيجي إمتى، أو أنت هتسلم ودعتك وتقابل العريس إمتى. المسيح قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة، واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع.